إهداء للشيخ محمود عبد الحميد أبو حميد شيخ عشيرة الخواتنة. اليوم جتنا أخبار خير بصاحب القدر الكبير الشيخ محمود اعتلى عرش بحجمه جدير. هذه النسخة للاستماع فقط. شيخ على القمة سما والعز له فيه التمام. عشيرة الخواتنا لها جوال مجد في الأول والأخير 6-8-6-6. اليوم جتنا اخبار خير بصاحب القدر الكبير الشيخ محمود اعتلى عرش بحجمه قدير. شيخ على القمة سما والعز له فيها انتمى عشيرة الخواتين لها مجد في الأول والأخير. في الجود هو أصل كرم وفي الحساب أصعب رقم في المواقف له رصيد يجعله في الناس الأمير. محمود بن عبد المجيد جاي يضعف المجد الدليل لشيخ الخضر سليمان بدرباه الغالي يسير. أنا أشهد إنه خير فال وخلقه مضرب للمثال الشيخ محمود اللي ذيل لو تظلم الدنيا ينير. وبو حميد علي المقام كريم من نسل الكرام وسام في صدر الزمان كف الفخر نحوه يشير. أجل على كل الروس احطي دفع له دروس في الحد العمى يميل والبذر من وجاه يغير. محمود هو نعمة السنان إنسان يسوى له بلد منعم بها الشيخ الهمام اللي يجير المستجير. والختم يا شيخ العرب يا نعم أخو نعم أب تقبل أحلى الأمنيات بالصحة والخير الوفير. والختم يا شيخ العرب يا نعم أخو نعم أب تقبل أحلى الأمنيات بالصحة والخير الوفير. اليوم جتنا أخبار خير بصاحب القدر الكبير الشيخ محمود اعتلى عرش بحجمه قدير. شيخ على القمة سما والعز له فيها انتمى عشيرة الخواتين لها مجد في الأول والأخير. في الجود هو أصل كرم وفي الحساب أصعب رقم في المواقف له رصيد يجعله في الناس الأمير. محمود بن عبد المجيد جاي يضعف المجد الدليل لشيخ الخضر سليمان ودرباه الغالي يسير. أنا أشهد إنه خير فال وخلقه مضرب للمثال الشيخ محمود اللي ذيل لو تظلم الدنيا يمير. وبو حميد علي المقام كريم من نسل الكرام وسام في صدر الزمان كف الفخر نحوه يشير. أجن على كل الروس احطي باب على دروس الحد العمى يميل والبدر من وجاه يغير. محمود هو نعمة السنان إنسان يسوى له بلد منعم بها الشيخ الهمام اللي يجير المستجير. والختم يا شيخ العرب يا نعم أخو نعم أب تقبل أحلى الأمنيات بالصحة والخير الوفير. والختم يا شيخ العرب يا نعم أخو نعم أب تقبل أحلى الأمنيات بالصحة والخير الوفير.